زميلي دلال معوض هي واحدة من الحالات 30 المتزوجين مدنياً بلبنان والتي رفض الوزير نهاد المشنوق تسجيلها. دلال معنا بالاستوديو لمزيد من التفاصيل والمزيد يعني من الشرح حول حالتها. أهلا وسهلا فيك دلال، مستضافة اليوم في استوديو الأخبار. بدءاً بدي بنطلق من اللي قاله الوزير. أنت كان عندك الخيار بين لبنان وأبرس، مظبوط قبرص منا بعيدة، اللي اخترت لبنان؟ ديما أول شيء بدي أقول أنه نحن مواطنين لبنانيين، نحن مش عايشين بقبرص، والزواج المدني هو من أبسط الحقوق، حقوق الإنسان والحقوق المدنية. تاني شيء، في آلية قانونية بتسمح اليوم بلبنان عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية. هناك سابقة قانونية بدأت مع زواج خلود ونضال، نعم، ويعني استكملت بعدد من الزيجات المدنية التي عقدت في لبنان وتم تسجيلها في عهد الوزير مروان شربل. فإذا اليوم في وزير ما عم بيعترف بالزواج المدني في لبنان، هذا ما بيعني أنه هذا الزواج غير قانوني. نحن زواجنا يعني تم ضمن الأطر القانونية وبحضور كاتب عدل لبناني. إذا المواطنين متساويين أمام القانون، إذا نحن اليوم عم نخضع لممارسات غير قانونية، وهناك حالة تمييز بين المواطنين. أوكي. ولكن إذا بدأ يأخذ هلأ الواقع تحت إدارة ووزارة الوزير وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنتم اليوم ما في تسجيل فعلي لحالتكم، لحالة الزواج، وأنتم كمان اليوم ما عم تتبعوا بنفس الوقت يعني قانون الأحوال الشخصية، لأنه اتبعتوا اختياريا القانون المدني. شو انعكاساته عليكم؟ ديما برجع بقول انه هذا الزواج قانوني، انما العقبه الوحيده هو تسجيله. يمكن اليوم بحياتنا اليوميه المشكله الوحيده، وهي يمكن المشكلة الأهم، إنجاب الأطفال. يعني في هناك عدد من الأشخاص اللي تزوجوا وراغبين يجيبوا أطفال، إذا بحال أنجبوا طفل، هذا الطفل ما لح يكون عنده أوراق رسمية، وهون طبعا هيدي المشكلة الأكبر. وهناك ثنائي من بين هالثلاثين ثنائي عم بيعانوا من هيدي المشكلة اليوم، وطبعا هي مشكلة منا هينة أبدا. طيب اليوم واضح أنه وزير الداخلية ثابت على قراره، يعني على الأقل إلى حينه. شو الخطوات اللي انتم بتكون تتبعوها؟ طبعا بما انه هذه ممارسات غير قانونيه، نحن رح نلجا للقانون وللقضاء. هناك اليات قضائيه مختلفه ممكن نلجا لها، وفي اخصائيين ومحامين عم بيدرسوا هذه الملفات، مش ضروري نفوت بالتفاصيل، ولكن نحن رح نستعمل القضاء طبعا لنستحصل حقنا. برجع بذكر انه هذا حق كل مواطن، وهذا حق معترف به قانونيا. ما هتروحي على قبرص؟ لا. شكرا لك الزميله دلال معوض، عوده لك يزبك.